جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ماذا يجب على المرأة أن ترتدي في الصلاة من لباس؟ وهل يصح لها لبس جلباب ليس بالطويل ولا بالقصير، أو فستان، أو ما أشبه ذلك؟ المهم أنه يستر أو يستر جسمها ما عدا القدمين فإنها مكشوفتان. المرأة عورة كلها في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإذا كان عندها رجال من محارمها أو نساء أو ليس عندها أحد فإنها تستر جميع جسمها في الصلاة إلا وجهها فإنها تكشفه. أما إذا كانت بحضرة رجال ليسوا من محارمها فإنها يجب عليها ستر جميع جسمها بما في ذلك الوجه، لأن الوجه عورة في الصلاة وفي غيرها، وتستر نفسها بما تيسر من الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها، تستر نفسها. ولا يجوز أن تكشف قدميها كما ذكرت السائلة، إذا كشفت قدميها في الصلاة بطلت صلاتها لأنهما من العورة في الصلاة. ولما سألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الثوب، قال إذا أو الجلباب، قال إذا كان ضافيا يستر قدميها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: القدمان عورة في الصلاة، قدماء المرأة عورة في الصلاة يجب عليها سترهما. بل إنها في خارج الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن ترخي من ثوبها خلفها بمقدار ما يستر عقبيها، فكيف ما كان في داخل الصلاة. نعم.